من جديد بجد التحية بيك يا كابتن اسلام وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. لسه اصداء الفوز والتتويج بكأس السوبر تملأ جنبات مدينة العين، وفرحة العينوية وفرحة الاهلاوية الفرحة مستمرة. اعتقد الفرحة ايضا موجودة في مصر بكل جماهير النادي الاهلي. يعني انا معايا واحد من يعني من عايز اقول جمهور النادي الاهلي، من الجنود اللي يعني المجهولة والمعلومة لكل جماهير النادي الاهلي، عضو مجلس الادارة دكتور محمد سراج الدين. دكتور محمد، عايز ابارك لك كواحد من جمهور النادي الاهلي قبل ما تكون مسؤول. بطولة غالية في توقيت مناسب، فرحة حلوة، والنهاردة يوم اهلاوي سوبر. الحمد لله. والله يا فاروق الحمد لله، وتحياتي لقناة النادي الأهلي وكابتن إسلام الشاطر وكل السادة المشاهدين، وألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي العظيم في مصر والوطن العربي كله. الحمد لله كان يوم سعيد على كل أهلاوية. شفت المباراة بعيون الجمهور، مش هقول بعيون المسؤول، شفتها إزاي؟ الانفعال كنا متابعينه مع كل لحظة مع كل هجمة. النهاردة لعيبة النادي الأهلي كانت رجالة في أرض الملعب، جمهور النادي الأهلي النهاردة عمل ملحبة في ملعب هزاع بن زايد. لا بصراحة اللعيبة كانت هايلة النهاردة، وعملوا يعني الأهم من الأداء الفني العالي إن هم لعبوا برجولة ولعبوا بروح وبإصرار وبثقة إن هم أبطال أفريقيا وأحسن لعيبة في أفريقيا وأحسن فريق في أفريقيا. فالحمد لله هم استحضروا ده النهاردة، لعبوا بتركيز ولعبوا بروح عالية وبرجولة، والحمد لله كان في إدارة فنية أكتر من ممتازة في الماتش. فأكيد طبعا كنا كلنا مشدودين، دايما ماتشات أهلي وزمالك ما بتبقاش محسومة أو معروفة هتخلص نتيجتها إيه، فعشان كده كنا مشدودين شوية، بس الحمد لله ربنا كرمنا في المباراة. النهارده اعضاء مجلس الاداره بالكامل موجودين مع البعثه، موجودين مع الفريق، الكابتن الخطيب حضر التدريب في ملعب نادي العين. الجميع وصل رساله مهمه جدا للجمهور واللاعبين، احنا في ظهركم وواثقين فيكم. اعتقد ده كان مردود وشفناه في ارض ملعب هزاع بن زايد. اه طبعا يعني ده اكيد كان موجود، احنا طبعا متواجدين مع الفرقه هنا في الاوتيل ومساندين مجلس الاداره كله، يعني حضر المباراه وكلنا طبعا ورا اللعيبه في دار اللعيبه، وده طبيعي يعني ده لازم، ده دورنا طبعا يعني. وطبعا يعني ما ننساش دور الجمهور الكبير النهارده، ان هو يعني بصراحه كان مدي حافز كبير جدا ودفعه كبيره للعيبه في المباراه الحمد لله. عايز تقول ايه للجمهور النهارده؟ الجمهور يعني من اول لحظه وصول الفريق لمطار ابو ظبي الدولي لحد النهارده، لحد دلوقتي كمان الجمهور موجود حول مقر الاقامه، عملوا ملحمه، وهو ده جمهور النادي الاهلي. لا بصراحة يعني هم دايما في كل بلد، يعني جمهور النادي الاهلي ما شاء الله شعبية النادي الاهلي الاكبر يعني في الوطن العربي. بنروح اي بلد، سواء ما كنا في السعودية قبل ما نيجي هنا، قبلها الكويت، كله ما شاء الله جمهور النادي الاهلي متواجد، تحس انت في مصر يعني، تحس ان ما فيش يعني انت مش في بلد تانية يعني. فالحمد لله، لا جمهور النادي الاهلي بصراحة كان ليه العامل الاول لصالات النادي الاهلي، وهو يعني بنهدي له كاس السوبر النهارده. كابتن محمود الخطيب الدكتور محمد شوقي، انا بسجل معاه للكابتن الخطيب بيتابع كل دقيقه كل ثانيه، لو الكابتن موجود كان يعني كان افضل، لان الكابتن كل دقيقه كل ثانيه بيتصل يتابع، اكيد فتح خطوط اتصال معاكم كافراد بعثه النادي الاهلي. طبعا يعني وحصل طبعا اتصالات بعد المباراه مباشره، وبارك لنا كلنا وبارك لكل الجهاز الفني واللعيبه والاداريين، وكان في بيننا وبينه تواصل مستمر قبل المباراه وبعد المباراه يعني. فالحمد لله يعني هو طبعا يعني تحمل ضغوطات كثيره جدا الفتره اللي فاتت دي، وربنا يعني كرمنا وعوضه وعوضنا خير بالبطوله الحمد لله. بارك يا دكتور، وبالتوفيق ان شاء الله، واللي جاي بطولات كتير باذن الله. خليك، متشكر جدا، شكرا، الحمد لله. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الفرحه مستمره وفرحه النادي الاهلي، لكن طبعا هنقفل صفحه السوبر، عندنا مباراه في الدوري استعدادات هتتم ان شاء الله، لكن فرحتنا فرحه الجماهير اعتقد هنا في العين، هنا ايضا في مصر. النهارده الاهلي سوبر، مليون مبروك يا كابتن اسلام، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي 12 سوبر، والقادم باذن الله مزيد من البطولات.